مساء الخير احبائي. النهارده هنتكلم عن موضوع الاخت اللي كانت واخده ترندات كتيره قوي على السوشيال ميديا. بيقول قررت النيابه العامه بجنوب الجيزه اخلاء سبيل كل من سلمى الشيمي الشهيره بموديل سقاره وحسام محمد مصور الفوتو سيشن المثير للجدل بكفاله 100,000 جنيه. وقالت سلمى انها لا تعرف قواعد التصوير في المناطق الاثريه والتزمت بتعليمات العاملين ولم تخالفهم او تحتال عليهم، وانها حصلت على الصور من حسام المتهم الثاني وبعد نشرها فوجئت بكم الجدل الذي اثار حولها. وقال المصور التحقيقات انه حصل 1,000 جنيه مقابل جلسه التصوير، واكد بعلم العاملين بالمنطقة الأثرية وأن بعضا منهم كان يشاهد جلسة التصوير. وكشفت التحقيقات أن المتهمين دخلوا المنطقة الأثرية بسقارة يوم الأربعاء الماضي بعد قطع 3 تذاكر، وكانت الفتاة بترتدي عباءة سودة تحتها ملابس فرعونية للمملكة كليوباترا الملكة كليوباترا عفوا. وأضافت التحقيقات أن الفتاة خلعت العباءة في منطقة التصوير وبدأ المصور في التقاط الصور، واستمرت جلسة التصوير ما يقرب من 15 دقيقة. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفتاة ومصور الفوتو سيشن مساء الاثنين، وتم تحرير محضر بالواقعة وحيلة للنيابة البدرشين التي أحالته للنيابة الكلية بجنوب الجيزة للتحقيق. وقال عمرو محمد شقيق حسام المصور أن رجال المباحث شرطة السياحة ألقوا القبض على شقيقه من محل سكنه في حلوان. وأضاف عمرو اليوم السابع أن سلمى الشيمي اتفقت مع شقيقه على تصويرها بالمنطقة الأثرية بسقارة في الجيزة مرتدية الملابس الفرعونية اللي ألقي القبض عليها. وقالت مصادر أنه جاري الاستماع لأقوال 6 أشخاص بالمناطق الأثرية. أحبائي وأعزائي، هديكم الفرصة أنكم تشاهدوا كل الصور الخليعة المسيئة. شكرا لكم، ومعاكم فرصة تتفرجوا على كل اللي أنتوا عايزين تشوفوه. Thank you.
Thank you.